كان تقريبا 56 خلال سنة وشوية فاتوا. فعملنا دراسة يا جماعة ما ناخد ال 12 دول يكلفونا كام؟ ساعتها اتقال 225 230 مليون جنيه لعلاجهم. قلنا يعني الناس اللي هي عايزة يعني عملية جراحية اللي 9 أنواع من العمليات ودلوقتي بقوا 11، دخلنا جراحتين كمان صعبين. أنا عايزة أقول لكم في خلال يعني 6 شهور أو يزيد حاجة بسيطة، عدد اللي اتعمل لهم من قوائم الانتظار، مش بتكلم في ال 12، لا ده احنا تجاوزنا ال 12، ممكن اقول رقم عشان ما ننساش، 10 مرات، يعني اكتر من 100,000 انسان. يبقى انا بقى لما مش انا، احنا كحكومه كدوله كمسؤولين عايزين نخفف عن اهلنا ولا عايزين نضيعهم؟ عايزين انسان يبقى عايز يركب قسطره قلب، ااجله يوم ولا اعملها له دلوقتي؟ وهلوم جرى في حاجات اخرى كتير. انا بتكلم على 100,000 من 100 مليون، من 100 مليون. وانا بقول الكلام ده عشان كل اسره تنتبه مع لابنائها الولاد الصغيرين اللي طالعين، وهم هيستهدفوهم ليه؟ لان انا لو قدرت اضيع الوعي ده هعمل اعاده انتاج للحاله، وانا بكلمها عشان تبقوا سجلتوها علي، اعاده انتاج للحاله بتاعه 2011 خلال الفتره الثلاث اربع سنين اللي جايين دول. ومشاكل الدول اللي زي حالتنا، وانا بالمناسبه هو انا وعدتكم فاخلفتكم؟ هو انا قلت لكم معايا السمن والعسل بقدمه لكم؟ هاتوا كل تصريحاتي اللي قلتها لما قلت لكم احنا هنبقى مع بعض في مواجهه تحديات مصر. قلت لكم كده، وقلت لكم التحديات بتاعتها كتير، وفي اللقاءات اللي انا عملتها اتكلمت عنها. وانا في كل لقاء حتى في مع الزملاء مع دوله الرئيس الوزراء ومع الوزراء بتكلم فيها، لدرجه ان هم يعني طب التكرار لازمته ايه؟ التكرار تثبيت توصيف الحالة، زي ما أنا بكرره كده دلوقتي بوصف لكم حالنا. يقول لك إيه دول هيعملوا في العاصمة الإدارية الجديدة 200 مليار جنيه بنية أساسية. طب كويس، طيب ومدينة أسيوط الجديدة، طيب المنصورة الجديدة، طيب الإسماعيلية الجديدة، طب شرق بورسعيد الجديدة.